عليك العام وانتم بخير، ان شاء الله يا رب ينعاد عليكم بهدايه البال وتشوفوا دائما الخير، سلام، حب. طبعا اليوم حفلتنا مع خالتو حنان، تحبوها كلياتكم بتعرفوها، بتامل تنبسطوا وتشاركوا، جدا مهم المشاركه عشان تكون الحفله ناجحه جدا. بتامل تنبسطوا كثير وكل سنه وانتم سالمين، ينعاد عليكم يا رب. ليلة طيبة يا ولاد، مساء الخير يا ماما، مساء الخير يا بابا، كل جميل على الصعيد، بيلعبوا؟ يلا، أشطر واحد بيجي هو مين؟ تعالوا مين أسرع واحد إجا؟ قولي إيش اسمك؟ جنجل بان جنجل اول بان،
تعالى كلياتنا نرنم دقوا الطبول عشان يروحوا يسجلوا حالهم ببلد اسمها بيت لحم حسب ما امر القيصر اغسطس. وهم ماشيين على الطريق كانت مريم كتير تعبانه لانها باخر اشهرها وحال المعاد انها تولد طفل صغير اسمه يسوع. مريم قالت بصوت عالي: اخ يا يوسف انا بطني بوجعني بدي اخلف. قال يوسف: وين بدنا نخلفك اسا يا مريم والطقس بارد والدنيا عم بتشتي وفي ثلج موي. بس مريم ما قدرتش تتحمل، قامت فاتت هي ويوسف على مغاره. بهي المغاره كان ساكن حيوانات ولا طلعت الصبر. هناك كان في غنم بتجنن. كمان مش بس شافوا خروف، كمان شافوا حمار. يما خدوك حمار عراضي، انتي حمار تحفه. شوف اسمه مين بده يربح جائزة.